نتابع حلقتنا مع اختصاصية التغذية ميرا حشفة. رح أهلا وسهلا فيك ميرا، مش أول مرة بتكوني ضيفتنا، بس مواضيع ما بتخلص صراحة عن التغذية خصوصي بفصل الصيف. شيء طيب طيبة بالأول. دايما الحديث بالصيف إنه شو بناكل شو ما بناكل، وأجسام وبحر ودايت وجيم وإلى آخره، بس مع هيدا وكله ناخد وزن زايد بالصيف. دايما بنركض قبل الصيف لحتى نخفف وزننا، وبالصيف نرجع ناخد وزن. في اشخاص كثير بفكروا يعني بيقول دي عن الركض. دي عن الركض صح، وانت بتنبسطي لانه عم بيكتر زبوناتك. صح، ما احنا دايما قبل الصيفيه بيكتر شغلنا، بعد الصيفيه كمان. في اشخاص كثير بفكروا انه بس بالشتويه هن بياخذوا وزن، ولكن كمان بس لانه من وراء عادات الشتويه والعادات يعني الدافيه، ولكن بالصيفيه كمان ممكن كثير ناخذ وزن من وراء كثير اسباب هلا بنحكي عنها. اول شغله من وراء الشو، وقت كثير نشوي بحركتنا كثير بتخف. يعني في اشخاص بيكونوا بيمارسوا كثير رياضه بفتره يعني بفصل الشتاء، بالصيفيه كثير بتخف حركتهم، فبس تكون عم بتخف حركتنا وبالتالي ما بنكون عم نحرق كثير. يعني هيدا اول سبب، كانه هيدا اول سبب. بس كمان بيكونوا عم بيكتروا النشاطات الرياضيه مثل السباحه. مزبوط. هلا في اشخاص ما كثير بتسبح، بس تروح على البحر او على البيسين، تروح بس لتعمل بروزاج. كثير قليل الاشخاص عن جد فعلا اللي بيسبحوا بخلال هالفتره، بس انه اجمالا الشو بخلينا انه هيك يخف نشاطنا بهالفتره. شغلة تانية، نحن عادة بالشتوية بس نسقع جسمنا، إذا بدك بيصير يحرق دهون أكتر لحتى يعلي حرارته. بالصيفية بالعكس، فبيخف بتخف عملية حرق الدهون بالصيفية، مشان هيك هذا فيه يكون سبب من أسباب يلي بناخد فيهم وزن. رح خفف لبس بالشتاء، بركب ابرد كثير ابرد بصير احرق دهون اكثر. اوكي، هلا شغله اساسيه هي المشروبات، مثل ما عم نشوف هون هيدا نوع من المشروبات اللي هو الايس تي مثلا. اوكي، بالصيفيه كثير نتناول عصير، مشروبات غازيه، خصوصا يلي ما بيشربوا كثير مي، بيروا عطشهم بالعصير. مزبوط، وهالمشروبات كثير بتحتوي على سكر. يعني نحن تقريبا بهالكبايه فينا ناخد 4 لـ5 ملاعق سكر بهيدي الكباية بلا ما نحس. يعني نحن ما بنكون شايفينه، 4 لـ5 ملاعق سكر بهالكباية. أوكي. نحن ما بنكون شايفينهم، ولكن نحن ما بنتناول كباية واحدة بالنهار، ممكن تقطع مرة سوفت درينكس مثلا، مرة آيس تي مرة عصير. بنكون كأنه أخذنا 12 لـ13 ملعقة سكر بالنهار بلا ما نحس. فهون رح نعطي بديل للمشاهدين اللي كتير بيحبوا يشربوا عصير، يلي بيشربوا يعني تقريبا اكثر من كبايه بالنهار، يعملوا يخلطوا المي والعصير مع بعض، يعني الفريش جوس مثلا. طب هو احسن يعملوا هن عصير بالبيت؟ ايه، هلا حتى لو عملنا نحن عصير البيت الفريش جوس يلي هو عصرنا ليمونه او ليمونتين ليطلع لنا كبايه، بضل فيهم كالوريز. هون برجع بحكي عن الفواكه بعد شوي، انه بنفكر الفواكه اكيد هي صحيه، ولكن فيها كثير كالوريز اذا بنتناولها كثير. فتخيلي انت تقريبا بدك كم ليمونه ليعملوا لك كبايه عصير؟ اثنين او ثلاثة. يعني واحد ما بيقدر يمكن ياكل ليمونتين ثلاثه بذات الوقت، فتخيلي قد ايه عم تاخذي سكر. فهون في اشخاص ما بتكتفي بكبايه واحده عصير، بيشربوا 2 أو 3 حتى بالنهار. طيب شو البديل؟ نحن ساعتها هون بنقول لهم يخلطوا المي والعصير مع بعض، يعني مثلا نص كبايه عصير مقابلها نص كبايه مي، بيخلطوهم مع بعض. بنعمل ديلوسيون، ساعتها بيكونوا عم ياخذوا كبايتين بكبايه. بكبايه واحده. تقريبا. بنفس الوقت عم يفوت مي على جسمه. مزبوط، عم يفوتوا مي وعم بياخذوا طعمه العصير كمان. كل الدرينكس يلي ذكرتيهم في منهم دايت، صح؟ قديش الدايت فعال هلا وقت نقول او حقيقي؟ ايه، وقت نقول نحن سوفت درينك دايت او ايس تي دايت، هو بس الفرق انه بيبقى بيحتوي على محلى اصطناعي بدل السكر العادي، يعني فعلا ببطل فيه ابدا ولا وحده حراريه ولا كالوري. كثير منيح. طب ليه ما نخلطهم بمي؟ بنجيب نحن الاشخاص يلي ما عندها مشكله وزن، اوكي، ما عندها مشكله انه بدها تنزل وزنها وبتكتفي بكبايه او كبايتين عصير مثل ما حكينا بنهار، ما لنا مشكله، يعني ما راح يزيد وزنها. ولكن لانه المشروبات اللي كثير دايت ما بننصحها نحن كثير بكثره. مزبوط، مش كثير. يعني نحن بنفضل ياخذوا كبايه عادي ولا انه يتناولوا كثير كذا كبايه دايت. يعني المحلى الاصطناعي هو سيف وما في مشكله فيه، ولكن مش بكثره. أوكي. يعني دائما بنفضل انه ما يكتروا منهم. اوكي، كمان من العوامل يلي بتخلي زياده الوزن تكتر بفصل الصيف هي القعدات. يمكن شوي ما بيكون الا نفس ناكل وقعه كبيره، بنلجا للقعدات، بزورات، تشيبس هلا عم نشوفهم قدامنا، بيره، يمكن مشروبات فيها بتحتوي على كالوري. اوكي، اللي عم نشوفه قدامنا هو ممنوع، لشو جايبتي لي؟ نحن بنحب نضوي على الشغلتين، بنحب نضوي على السناكس الهيلثي والمش هيلثي، واكثر هول القصص
عم بتقول القعدات اللي بنقعدها دايما يمكن كل ليله او كل هيدا في بزورات في تشيبس في بيره بتصير تاكلي بلا ما تحسي 100% بعدين النهار طويل عن جد ما بعرف قد ايه هالشيء بيلعب نسهر بالصيفيه اكثر يعني صح. ايه مزبوط بتكتر القعدات عشان هيك هون رح نعطي بديل اكيد للتشيبس ما في مشكله فيه ما حدا انه ما بياكل او ما حدا بيقدر يقعد كل حياته يمكن بلا ما ياكل تشيبس نحن دائما بنحكي بالتغذيه باعتدال بكل شيء اوكي ففي بديل للتشيبس العادي للاشخاص اللي حابين يخففوا وزنهم او عتلانين هم انه يرجعوا ياخذوا وزن بطاطا مقليه كنت عارفه جوال بدها تقول فينا ناخذ التشيبس اللايت اللي هو بيبقى معمول يا على البخار يا مشوي اللي هو ما بيبقى مقلي بالزيت في عن جد بالسوبر ماركت في هالنوع منه مزبوط ولكن عم نحكي يعني هو فينا نوثق فيه اكيد يعني فينا نوثق فيه اكيد بكل المنتجات اللبنانيه اللي بيبقى مكتوب عليها هيك فينا نوثق فيهم ولكن مش اذا بنقرا دايت يعني بحق لنا ناكل قد ما بدنا أكيد. مثل اوقات بنشوف مثلا علبه بسكويت دايت يلا بناكلها كلها انه دايت هي ما بتنصح نحن بنكون بس شايلين يمكن مخففين الفات فيها بس بيبقى فيها غير قصص او خففين السكر وبعدين اذا فيها نتفه فات اقل او كالوريز اقل عم نعوض بالكميه نحن اذا بناكلها كلها مزبوط فنحن دائما البورشن يعني بنحكي انه كاسه صغيره يعني لو كان تشيبس لايت هيدا يعني يعني الكيس الصغير او هالبوشن مزبوط الكاسه الصغيره مش اكثر وفي بديل كمان البزورات ما في مشكله فيها البزورات اجمالا صحيه اذا ما كثير بتخلى ملح اذا هي نيه اذا هي مشويه منا مقليه يعني كل شيء عم نشوفه هون اجمالا بيبقى مشوي يعني بس الذرة او الكاجو اوقات بينقلوا او الفستق ولكن نحن فينا نشوفهم بيبقى مكتوب بزورات مشويه او منا دخلها زيت ما في مشكله فيها ابدا ولكن فيها كالوريز مثلها مثل اللوز الجوز اللي بننصح دائما انه يتاخذوا كاسات طيب اذا مشوية فينا ناكل كاسه بكملها ما هذا اللي بدي اقول لك اياه يعني اكيد ما فينا ناكل اكيد ما فينا ناكل كاسه كبيره لانه فيهم كالوريز كثير يعني احنا تقريبا بنقول شيء 18 حبه لوز او نص هالكاسه تقريبا بشرفك يا 15 20 هي 18 20 جوال كرمالك يعني تقريبا مثل ما عم نشوف هون هي كمشة لوز صغيره فيها تكون سناك يعني انا قبل ما بلشنا الانترفيو اخذت كل الكميه لازم اخذها اليوم ما بقى يحق لي بشيء هون بننطلق للقصص ناخذهم معنا على البحر السناكس اللي كثير بنلقمش نحن وقاعدين على البيسين او على البحر تشيبس من هون كبيت جي من هون بزورات من هون لازم ننتبه على هالموضوع اوكي قلت تقريبا معنا. نص كاسه البزورات نص هيدي هلا هي كاسه صغيره يعني هيدي تقريبا على قدر كمشه يعني نحن اذا بنسكر ايدنا ها هي الكمشه فينا نسكر ايدنا هيك نسكرها على الاخر ما بتسكر على الاخر وايد عن ايد بتفرق فدايما بنقول لهم ايدنا نحن اكثر من الايد يعني ايد النسائيه اكثر من الرجاليه ايه اكثر من الرجاليه مزبوط فنحن فينا ناخذ معنا على البحر جزر او فينا حتى ايفن على البحر نطلب جزر نطلب خيار هالقصص فينا نلقمشها قرنبيط قرنبيط وفينا ناخذ معنا المكسرات النيه اللي هي ما بتنتزع على البحر لوز الجوز هالاشياء كمان بقدر كمشه صغيره بنكون ساعتها هون اوكي ما بعرف قد ايه مزبوط كمان الجزر بنصح ليك كل ما في شيء بنصح لا الخضره انه فينا ناكلها اكيد طبعا يعني حتى جزر مش رح نحن ناكل كيلو جزر لانه يعني معدل جزرتين رح ناخذهم او ثلاثه بس خلينا اعمل ريزومي على هالكاستين اللي قدامي كثير سلي اذا كانت شيبس دايت فينا اخذ هيدي الكاسه كلها تقريبا اي اللي هي تطلع 20 جرام يعني الكيس صغير اوكي معدل الكيس وإذا صغير واذا البزورات نيه من دون نعم. ملح زياده وزيوت تقريبا كمشه يعني بدي اخذ نص هالكاسه نص هالكاسه صح أوكي بس هون عم نحكي عن الاشخاص اللي ما عم بيعملوا دايت ما عم بيتبعوا حميه غذائيه ومنهم مضطرين ينزلوا على وزنهم يحافظوا على وزنهم بيقدروا يتناولوا هالاشياء هي كل يوم او مثلا بحق لنا مره بالجمعه نستبدل السناك 100% يعني مش كل يوم تشيبس مش كل يوم بزورات يعني بنقي شغله واحده يعني النهار. يا تشيبس يا بزورات يا اما مثلا بوب كورن فيه يكون بديل بنقدر نحن نعمله بالبيت او نجيبه لايت بيكون ما فيه كثير زيت وبنقدر كمان ناخذ معدل هالكاسه قد ايه بحق لنا ناكل بوب كورن؟ ثلاث كبايات يعني تقريبا بيعبوا هالقد كاسه ثلاث كبايات اكبر اكبر شوي عن جد اكبر شوي ايه شوي يمكن تطلع شوي اكبر ثلاث فينا كل يوم؟ فينا كل يوم اوكي هيلثي سناك يعني ما في مشكله للاشخاص يلي ما بدهم ينزلوا وزنهم اكيد اوكي نحكي شوي عن الفواكه لحظه عن ترموس بليز عم يسالونا بليز اقطعي لنا كمان الاشخاص هو كثير صحي اكيد ما فيه دهون طبعا بس انه كمان فيه كالوريز هو نشويات مثله مثل الحمص مثل الرز مثل هالاشياء هيدي يعني دائما بدنا ننقي شغله واحده منهم يعني كمان الترموس نص كاسه تقريبا من الترموس هي بتعادل بلا ملح يعني نخفف قد ما فينا الملح خاصة بالصيفية لأنه ما بيتاكل بلا ملح مزبوط وبالصيفية كثير نخسر مي ممكن نعمل ووتر ريتنشن أو على كثرة الملح جسمنا على كثرة الملح فننتبه ما كثير نزيد ملح
اوكي فنص كاسة ترموس هي كمان حصة كثير صحية كسناك كمان ما في مشكلة هي نوع من السناكس الصحية هلا في عنا فواكه في عنا بوزة نحكي عنهم الفواكه هلا موسمها في عنا كثير اشخاص لانه الفواكه هي صحية بيفكروا انه بيقدروا يتناولوا قد ما بدهم جاد صح بيقدروا يروحوا تقريبا فوق 7 حصص فواكه بالنهار والفواكه من هي سكر والسكر الزيادة هون هلا بعد شوي رح نحكي عن الايس كريم اللي بتتحضر بهالانواع من الفواكه خلينا نبلش بالبطيخ البطيخ مي مزبوط هيك بنقعد فينا ناكل قد ما بدنا قهوه مي دائما بيفكروا انه مي بس هو لا هو بيحتوي على سكر كمان فنحن اشخاص يعني ما عم بيعملوا دايت فيهم ياخذوا 4 حبات فواكه بالنهار اوكي 4 حبات فواكه دائما بنقول حصه الفواكه يعني الحبه هي قد ايدنا كمان مسكره شو ما كانت انجاسة دراقة تفاحة خوخ يعني اثنين خوختين خوختين نقدر ناخد 4 بالنهار البطيخ كمان يعني تقريبا قد ايدنا بس نفتح ايدنا البطيخ قد ايدنا هي حصة فواكه يعني في اخد 4 اذا ما عم نعمل دايت اذا وما عم ناخد عصير وما عم ناكل نوع تاني فواكه صح يعني نحن بدنا نعدلهم يعني خلال النهار فينا ناخد 4 حصص فواكه مزبوط يعني نعدهم 4 حصص ونحن اذا عم نتناول كباية عصير راحوا حصتين لانه ليمونتين مثلا راحوا نحن بضل عنا 2 مزبوط اوقات نتناول عصير وبناخذ فواكه اكثر وبنرجع ناكل ايس كريم تخيلوا قد ايه عم ناكل سكر وقت بنحكي بالتفصيل شو عم ناكل بالنهار عن جد بيجعك راسك شفت اذا واحد بيعدهم او بيكتبهم بس بالنهار اوقات شو عم بياكل بصير يشوف لحاله بيضعف واحد ما لازم اكيد ينهوس بهيدا الشيء يضل يعد كل شيء عم بياكله بس انه ينتبه شوي على الكميات لانه حتى لو ما عنده زيادة وزن ما كمان في صحة يعني مزبوط. لو أنا ما عندي زيادة وزن بس إنه بدي انتبه على السكر اللي عم فوته على جسمي لأنه السكر عم يتحول لدهون يعني في كثير اشخاص ضعاف عندهم كثير مشاكل صحيه من وراء سوء تغذيه صح مزبوط من وراء سوء تغذيه يعني عم بياكلوا بطريقه غلط اوكي ايس كريم البوزه بنسمع دايت مش دايت العتلج السوربيه اكيد البوزه تخيلي فيها سكر فيها حليب فيها دهون تخيلي قد ايه بتحتوي على وحدات حراريه يعني قرن بوزه صغير بيقدر يحتوي ل 300 كالوري يوصل يلي هي على قدر تقريبا 4 حصص فواكه اوكي هيدا عم نحكي مش دايت الدايت هي بس بتفرق انه اوقات بيبقى الحليب المحضر اخف دسم والسكر البديل كمان محلي اصطناعي فهون بالتالي بخف الكالوريز تبع البوزه الدايت تنزل لتقريبا شي 150 كالوري حصتين يعني حصتين تقريبا من الفواكه فالاشخاص يلي بدهم عم يعملوا دايت بنقول لهم استبدلوا حبتين فواكه بمثلا ايس كريم دايت او عادي بس بياكلوا نصها ساعتها يعني اذا خلص يعني بصير الواحد يعرف كيف بصير الواحد يعرف يعتدل مزبوط لانه كمان الدايت بنفكره انه ما بينصح وبكثره رح اكيد يكون عنا عم ناخذ كالوريز زياده اوكي يعني الاشخاص اللي ما عم بيعملوا حمية يعني ما عم بيعملوا دايت ما بدهم انه ينزل وزنهم بيقدروا يتناولوا الايس كريم العادي بس بالمقابل يخففوا فواكه يعني بالنهار بدهم ياخذوا ايس كريم يتناولوا ماكسيمم حبه فواكه بالنهار مش اكثر اوكي لحتى ما ينصحوا يعني اوكي في بعد بس البوزه على ثلج لانه اذا لايت العتلج هي اجمالا مش في ثلج لايت؟ في ثلج لايت اللي هي بتبقى فيها ماكسيمم 14 كالوري 10 ل 14 كالوري اللي هي انه مي وكولوران يعني هي اجمالا ما بتبقى كثير فيها فواكه ومحضره بالفواكه نحن هلا رح نعلم المشاهدين يعملوها بفواكه رسات كثير هينه تكون تحتوي على 70 كالوري خلينا نبلش ما بقى في وقت اول شغله قطع عنا صوره البريز يلي هن التوت والفرامبواز وهالقصص هيدي من تقريبا نستعمل 400 جرام وايطالي يعني شكله مش سهل وهالفواكه كثير صحيه وكثير فيها مواد مضاده للاكسده اوكي بنحط تقريبا 400 جرام من هالانواع الفواكه على النار مع ملعقتين لثلاثة كبار من السكر اوكي بس هن للكميه كلها مزبوط يعني سكر عادي يعني احنا الكميه اللي حتطلع لنا بالاخر الحصه ما راح يطلع شيء تقريبا ماكسيموم ملعقه صغيره صح سو بنحطهم على النار تقريبا على نار متوسطه لحتى يطلع المي منهم يعني بتصير تتبخر المي من كيف كان عم نحضر مربى زيت الشيء بس تظهر المي منهم بنخفف النار تقريبا لشي 5 دقائق اوكي بنتركهم 5 دقائق على نار كثير خفيفه لحتى اذا بدك ياخذوا بعضهم اكثر مع السكر نرجع منشيل هالمزيج اللي طلع لنا وبنحطه بالبلندر بس أوكي. نحطه بالبلندر ونطحنه بيطلع لنا مثل شيء مثل موس يعني مثل شيء رغوة بس رغوه
هيدا الرغوة بنقدر نعمل فيها الايس كريم، بدنا نصفيها بس لانه بيبقى اكيد في هالفواكه فيها حبوب صغيرة. بس نعمل هالرغوة هيدا بالبلندر، بنصفيها منيح بالمصفاية، والمزيج جاي اللي بيطلع لنا فينا نزيد له لبن، بنزيد تقريبا 200 جرام لبن، مش لبن عادي، عم نحكي اليوغرت يلي هن بنشوفهم بالسوبر ماركت، اليوغرت العادي على طعمه يوغرت لايت، فينا نجيبه على باريز يعني على هيدا الطعمه يلي تكمل الطعمه، تكمل الطعمه بنزيده على المزيج، بنخلطه منيح وبنعبيهم بال بهول العلب المولز اللي عندنا اياه هون، بعلب يلي بنحطهم بالفريزر، تطلع تقريبا القرن فيه ماكسيموم 70 كالوري وكثير طيب، عن جد بنصح المشاهدين وطبيعي يعملوا. ومحضر بالبيت وطبيعي، محضر بسكر طبيعي وبكميه كثير قليله بهالانواع الفواكه وباليوغرت اللي هو عم ناخذ كل منافع وكثير طيب. فستيا بس ما مش عجبتي خلص نجيب بوزع لايت وخلص. للاشخاص اللي بحبوا البوزع فواكه اكثر يعني مش لنحضرها بالبيت، ما بدها شيء يعني 10 دقائق بتكون خالصه. اوكي اوكي طيب، يعطيك الف عافيه. حلو هيك من وقت للتاني نرجع نحكي بطريقه صحيه والاكل الصحي. هلا دائما لازم نضل نتذكر نضل ناكل صحي، ضميرنا لازم يضل يوعينا. انت صوت الضمير عم بتكوني. اهلا وسهلا فيك اختصاصيه التغذيه ميرا الحاج فرح، اهلا وسهلا فيك، نحن قريبه بنرجع كمان بنشوفك. نحن معك بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، الختام اكيد مع تقريرنا الرياضي. بكره حلقه جديده بتمام الساعه 7:30، كونوا على الموعد. باي باي. هشام الكروج هو عداء مغربي له إنجازات عديدة في رياضة ألعاب القوى، يعتبر من قبل الكثيرين أفضل عداء في سباق 1500 متر. ولد هشام يوم 14 سبتمبر عام 1974 بمدينة هركان في المغرب، وزنه 58 كيلوغرام، وكان يتخصص في المسافات الطويلة وعداء المسافات المتوسطة ومنافسات ألعاب القوى، وما زال رقمه القياسي في سباق 1500 متر واللي حققه في روما عام 1998 قائم لحد الآن، ولم يتمكن أي عداء من تحطيمه. اعتزل في 22 أيار مايو 2006 بعد إصابة في ظهره أثناء بطولة العالم للقاعات المغلقة في موسكو. ويشغل كروش حاليا منصب ممثل الاتحاد الدولي لألعاب القوى واليونيسف واللجنة الأولمبية الدولية. حقق خلال أولمبياد أثينا 2004 إنجاز تاريخي بنيل ميداليتين ذهبيتين أولمبيتين بعد فوزه بسباقي 1500 وال 5000 متر بعد منافسة جدا شرسة. الغريب انه هشام كروش كان يلعب كره القدم في صغره وبالضبط كحارس مرمى، لكن نصحته امه للتوجه للعدو، خصوصا وانه منذ صغره كان منبهر بانجازات مواطن المغربي سعيد العويطه، فوهب هشام كروش نفسه للتفوق في العدو وانضم بعد ذلك الى المعهد الوطني لالعاب القوى بالرباط سنه 1990 وهو ابن 16 سنه. كانت بدايه مسيرته الدوليه سنه 1995 عندما استطاع الفوز ببطوله العالم لالعاب القوى داخل القاعه في سباق 1500 متر قبل ما يحل في المركز الثاني للسباق نفسه ويحصل على الميداليه الفضيه في بطوله العالم لالعاب القوى للهواء الطلق للعام نفسه والتي اقيمت بغوتبرغ السويديه. بعد ذلك استطاع الفوز بثلاث بطولات العالم متتاليه في سباق 1500 متر عام 1997 وفي العام 1999 وفي العام 2001. الكروج هو العداء العربي الأكثر تتويجا في بطولة العالم لألعاب القوى منذ انطلاق المشاركة العربية في هذه البطولة، وهو أيضا حامل الرقم القياسي العالمي في 1500 متر وال2000 متر، ويعتبر أفضل عداء للمسافات المتوسطة في العالم وربما في التاريخ. للكروج تاريخ طويل في الأولمبيادات، فبعد ما كان في قمة تألقه دخل أولمبياد أتلانتا عام 1996 وكان قريب من التتويج، تسبب سوء حظه في أن يصطدم بزميله الجزائري نور الدين مارسيليو وسقط على الأرض خلال السباق. واجت المشاركة الثانية له في سيدني 2000 واجا في المركز الثاني مكتفيا بالحصول على الميدالية الفضية. لكن اجت المشاركة الثالثة في اثينا 2004 افضل مما توقع الجميع وفاز الكروج بسباقي 1500 و5000 متر. ويبدو بانه كان بالفعل مصمم على الانتصار بعد ما قال لمدربه قبل البطولة اريد ان احقق الثنائية في اثينا، وذلك على الرغم من اعتراض مدربه في بادئ الامر على الدخول في سباقين مختلفين تمام الاختلاف، لكن كان مصر ودخل سباق ال 5000 متر وفاز بالميداليه الذهبيه للسباق. اهم انجازاته بالالعاب الاولمبيه في سيدني الميداليه الفضيه في سباق ال 1500 متر، في اثينا الميداليه الذهبيه في سباق ال 1500 متر والذهبيه في سباق ال 5000 متر. بطوله العالم 1995 الميداليه الفضيه، بطوله العالم 97 ميداليه ذهبيه بال 1500 متر، 99 ميداليه ذهبيه بال 1500 متر، 2001 ميداليه ذهبيه بال 1500 متر، 2003 الميداليه الذهبيه بال 1500 والميداليه الفضيه بال 5000 متر. العصبه الذهبيه فاز فيها عوام 1998، 2000، 2001 و2002. بالأرقام القياسية خارج القاعة 1 سبتمبر 1999 في 2000 متر في برلين بألمانيا، 2 يوليو 1999 في روما بإيطاليا،
و 3 يوليو 1998 في روما بإيطاليا أيضا. أما داخل القاعة ب 1 شباط 1997 في جراند ببلجيكا، و 2 شباط فبراير 1997 في شتوتغارت بألمانيا.